مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج صحافة حول العالم. نشرت وكالات أنباء دولية تقريرا أمميا أعده خبراء مكلفون بمراقبة العقوبات الدولية المفروضة على اليمن، أكدوا من خلاله تزايد مخاطر الأزمة الإنسانية في البلاد وتعامل مختلف الأطراف معها. وبحسب التقرير فإن الحكومة اليمنية تورطت في ممارسات تبييض أموال وفساد أثرت سلبا في حصول اليمنيين على الإمدادات الغذائية، فيما حمل التقرير جماعة الحوثي المسؤولية في الاستيلاء على 1.8 مليار دولار سنة 2019 كانت مخصصة لخزانة الحكومة ودفع الرواتب وتقديم الخدمات الأساسية للمواطنين. ذات التقرير أشار إلى التدخل الإيراني في اليمن عبر تزويد جماعة الحوثي بأسلحة ومعدات حربية عبر البحر، فيما اتهم دولة الإمارات العربية المتحدة بتقديم دعم للمجلس الانتقالي الجنوبي، ما قوض الحكومة اليمنية الشرعية. سنناقش هذا التقرير مع الناشط اليمني عصام الأحمدي، وقبل بدء النقاش دعونا مشاهدينا الكرام نتابع هذا التقرير، تفضلوا. تقرير أممي. الحوثيون حققوا مكاسب ميدانية والحكومة متهمة بتبييض أموال، هذا ما عنونه موقع سويس إنفو الذي ذكر أن خبراء أمميين مكلفين بمراقبة العقوبات الدولية المفروضة على اليمن أشاروا إلى خسارة الحكومة اليمنية أراضٍ استراتيجية لصالح كل من الحوثيين والمجلس الانتقالي الجنوبي، وكلاهما يقوض أهداف قرار مجلس الأمن 22/16 الصادر في 2015 والذي ينص على إيجاد حل سياسي للنزاع الدائري في اليمن. وأضاف التقرير أنه في بعض الحالات انخرطت الحكومة اليمنية في ممارسات تبييض أموال وفساد أثرت سلبا على حصول اليمنيين على الإمدادات الغذائية الكافية في انتهاك للحق في الغذاء. وحسب الموقع فقد اعتبر الخبراء أن مدى الدعم الخارجي لأطراف النزاع في اليمن لا يزال غير واضح، إلا أن دعم الإمارات للمجلس الانتقالي الجنوبي يقوض الحكومة اليمنية. وفيما يخص المتمردين الحوثيين قال التقرير إنهم يؤدون وظائف تقع حصريا ضمن سلطة الحكومة اليمنية، إذ إنهم يجمعون ضرائب وإيرادات عمومية أخرى والتي يستخدم جزء كبير منها لتمويل مجهودهم الحربية. ووفقا لتقديرات الخبراء فقد حول الحوثيون ما لا يقل عن 1.8 مليار دولار في 2019 كانت مخصصة في الأصل لملء خزائن الحكومة اليمنية ودفع الرواتب وتقديم خدمات أساسية للمواطنين لتمويل عملياتهم. كما لفت التقرير إلى أن مجموعة متزايدة من الأدلة تشير إلى أن أفرادا أو كيانات في جمهورية إيران تزود الحوثيين بكميات كبيرة من الأسلحة والمكونات. ووفقا للتقرير فإن الأسلحة والمعدات تنقل في المياه العمانية والصومالية إلى قوارب صغيرة، ويتم توصيل هذه الشحنات إلى موانئ تقع على الساحل الجنوبي لليمن ويتم تهريبها برا إلى الحوثيين، أو في بعض الحالات عبر باب المندب مباشرة إلى المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين. وللنقاش بخصوص هذا الموضوع ينضم إلينا عبر خدمة سكايب الناشط اليمني الحقوقي عصام الأحمدي. أستاذ عصام أهلا وسهلا بك معنا. أهلا وسهلا بجميع مشاهدي قناة التاسعة. إذن أستاذ عصام، تقرير أممي لمجموعة الخبراء التابعين لمراقبة العقوبات الدولية المفروضة على اليمن حمل عديد الأطراف المسؤولية في تدهور الوضع الإنساني. كناشط حقوقي كيف تقيم هذا التقرير الصادر عن مجموعة الخبراء؟ التقرير هو أضاف صبغة أممية وصبغة دولية على ما يجري في اليمن، رغم أن ما صدر أو ما جاء في التقرير يعرف الكثير من اليمنيين كل ما جاء في التقرير، سواء من خلال ممارسات الحوثيين أو الشرعية وفسادها أو دولة الإمارات ودعمها للتشكيلات المسلحة، فالجميع يعرف هذا الأمر. ولكن هذا هو أعطى صبغة دولية وأممية وسيكون له تداعيات كبيرة
خصوصا فيما يتعلق باتهامات الحكومة الشرعية والبنك المركزي بعمليات تبييض الأموال أو ما يسمى غسيل الأموال. التقرير هو تناول في مجمله يعني نقاط أساسية أو ثلاثة أطراف صراحة ذكرها. الطرف الأول الحوثيين وقيامهم بعمليات السيطرة أو الاستحواذ على الأموال المخصصة المفترض أنها تخصص للخدمات الأساسية ودفع رواتب الموظفين والاستفراد بها لمجهوده الحربي. الطرف الثاني، نعم، هنا بالحديث عن الحوثيين سيد عصام، برأيك إلى أي مدى سيؤثر ذلك على العقوبات الأمريكية التي تنوي إدارة بايدن مراجعتها والتراجع عنها، ربما بالقول أن الحوثيين هم أمر واقع في اليمن ويجب التعامل معهم، وهذا التقرير كشف عن أنهم يحولون أموال مخصصة للإعانات ولدفع رواتب الموظفين إلى حساباتهم الخاصة والتصرف فيها؟ هذا هو سيزيد من يعني سيزيد من المعاناة الإنسانية في اليمن، لأنه الآن تكشفت بما لا يدع مجال للشك، تكشفت يعني نوايا الحوثيين وأعمالهم فيما يتعلق بنهب المساعدات الإنسانية والاستحواذ أصلا على الضرائب والإتاوات التي يفرضونها على مختلف شرائح المجتمع لتمويل مجهودهم الحربي. وهذا يعني قد ربما لا نعرف كيف تنظر إدارة بايدن إلى هذا الأمر، لكن باعتقادي أن هذا سيكون بمثابة الدليل إدانة إضافي ضد الحوثيين. نعم، إدارة بايدن بدأت برفع العقوبات جزئيا لمدة شهر تحديدا لتواصل بعض الجهات الرسمية التعامل مع جماعة الحوثي عبر المصارف وغيرها لإتمام ربما مجهوداتها. برأيك إلى أي مدى هذا القرار ربما سيدعم ربما ما تقوم به جماعة الحوثي على ضوء هذا التقرير في تمويل مجهودها الحربي لمواصلة الحرب في اليمن؟ القرار الأمريكي هو أعطى حسب المصادر أنه أعطى مهلة للمنظمات الدولية والإغاثية العاملة في اليمن من أجل ترتيب أوضاعها ماليا وإداريا ولوجستيا ومزاولة أنشطتها من مناطق سيطرة الشرعية أو من العاصمة المؤقتة عدن حسب بعض المصادر في المنظمات الدولية العاملة في اليمن. وهو لم يعفي الحوثيين، وإنما أعطى مهلة من أجل ألا يتدور الوضع. ولكن أستاذ عصام، وزارة الخزانة الأمريكية قالت إنها ستعفي بعض المعاملات التي ينخرط فيها الحوثيون من العقوبات الناتجة عن تصنيف وزير الخارجية السابق مايك بومبيو الجماعة منظمة إرهابية أجنبية في 10 يناير كانون الثاني الجاري وفق وكالة أسوشيتد بريس، أي أنها أعفت أيضا بعض المعاملات التي يجريها الحوثيون. برأيك، أعود لسؤالي، كيف سيمكن ربما الجماعة من استغلال هذا الوقت المتبقي يعني تمويل مجهودها الحربي من خلال السيطرة على بعض الأموال التي كانت مخصصة لدفع الرواتب وعملية الإغاثة؟ الحوثيون لا يحتاجون يعني لا يأبهون للأمم المتحدة أو غيرها ولا للمجتمع الدولي، ونحن رأينا كيف القرار 2216 لم ينفذ إلى الآن، وجميع الإدانات الأممية وجميع الضغوطات لم تحدث أي تغيير في الوضع في اليمن فيما يتعلق بالجانب الإنساني. الحوثيون حتى ولو تم تصنيفهم جماعة إرهابية وتجفيف التمويل الأممي عن طريق المنظمات الدولية العاملة في اليمن، سيلجؤون إلى فرض الإتاوات وفرض المجهود الحربي على المواطنين إلى أقصى حد ممكن، ولن يؤثر كثيرا بالنسبة للحوثيين. بالنسبة لتمويل مجهود الحربي بالذات. نعم، بالحديث عن المجهود الحربي، التقرير الأمم المتحدة حمل إيران مباشرة مسؤولية تزويد الجماعة ب يعني الأسلحة والعتاد الحربي عبر البحر وعبر باب المندب ثم إلى الموانئ التي يسيطر عليها الحوثيون ثم تهريبها برا لهم.
هل ربما هذا برأيك ربما يؤزم العلاقة بين إدارة بايدن وبين إيران، على ضوء ربما الحديث عن انفراج في العلاقة بين الطرفين؟ هذا الأمر معروف وتدركه إدارة بايدن جيدا، وبأن الحوثيين يتلقون الدعم المتواصل من إيران، والتهريب وعملية التهريب مستمرة بشكل يومي أو بشكل متواصل. الأسلحة التي تستخدم، وتم الكشف عن بعض من الأسلحة التي استخدمت مؤخرا في المعارك، تاريخ صنعها قريب جدا في 2020، البعض منها تاريخ الإنتاج، بمعنى أنها تم تهريبها بطريقة أخرى كما ذكر التقرير الأممي، عبر الجنوب أو السواحل الجنوبية، والبعض منها عبر باب المندب وعن طريق المياه الإقليمية الصومالية والعمانية. السؤال الذي يطرح نفسه: كيف يتم تهريب هذه الأسلحة والحكومة تسيطر على المناطق والسواحل الجنوبية كاملة إلى باب المندب، ابتداء من الشرق من الحدود مع سلطنة عمان وساحل محافظة المهرة إلى ساحل ذباب في محافظة تعز؟ فكيف يتم عملية التهريب، وكيف يسمح لهذه الأسلحة بالمرور من النقاط التابعة للشرعية؟ نعم، التقرير تحدث أيضا عن الدعم الإماراتي للمجلس الانتقالي الجنوبي، وذكر تحديدا أن ذلك يقوض الشرعية ويقوض مجهودات الحكومة الشرعية. كيف ممكن أن تفسر هذا التناقض يعني للمجلس الانتقالي الذي ربما يقف بين الشرعية وبين جماعة الحوثي بدعم إماراتي؟ هذا إدانة واضحة وقوية للإمارات كعضو في التحالف، ومحسوبة على تحالف دعم الشرعية في اليمن، بينما تمارس النقيض من ذلك وتقوض الشرعية بكل ما الكلمة من معنى. دعمت التشكيلات المسلحة في الجنوب ودعمتها بمختلف الأسلحة والأموال، ثم قامت هذه التشكيلات بمحاربة قوات الحكومة الشرعية استنزافا كبيرا، مما أثر سلبا على معركة القوات الحكومية مع الحوثيين. وبالتالي فهذا الاتهام الأممي هو إدانة واضحة وكبيرة ضد الإمارات العربية المتحدة، وهو لا يخفى على أحد هذا الدعم وهذا التناغم الموجود بين المشروع الإماراتي الموجود في الجنوب والتخادم بينه وبين مشروع إيران في الشمال. نعم، على ضوء كل ما كشف عنه، هل يمكن برأيك أن يترتب على ذلك أثار قانونية، بما أن هذه الممارسات التي تحدث عنها التقرير تحديدا هي انتهاك للعقوبات المفروضة على اليمن؟ المفترض أن الحكومة تقوم بإجراءات عاجلة وإجراءات قانونية، وزارة الشؤون القانونية اليمنية والجهات ذات العلاقة والحكومة اليمنية بشكل عام المفروض أن تقوم بإجراءات قوية في الأمم المتحدة والمحافل الدولية لكشف الممارسات الإماراتية والعبث الموجود الذي تقوم به من خلال دعم التشكيلات المسلحة في الجنوب. المجلس الانتقالي أمره غريب جدا، يشارك في الحكومة اليمنية ودخل الحكومة اليمنية ويقوض الحكومة من جهة أخرى، ولا يعترف حتى بما يسمى الحكومة الشرعية سواء في المغنم فقط وفي المناصب، ولكنه على الواقع لم ينفذ اتفاق الرياض ولم يسحب التشكيلات المسلحة من عدن ولم يترك المجال لقوات الحماية الرئاسية بالتموضع والانتشار في عدن وقصر المعاشيق وبقية المرافق الحكومية الهامة في عدن، فما زال يمسك بزمام الأمور حتى اللحظة وبدعم مباشر من الإمارات العربية المتحدة. وبالنسبة لإيران؟ بالنسبة لإيران، إيران لا تخفى على أحد الدعم الإيراني للحوثيين، ولا تخفي هذا الشيء. رأينا كيف تم الاحتفال بذكرى مقتل الهالك قاسم سليماني في العاصمة صنعاء على مرأى ومسمع من العالم. الحوثيين أصبحوا لا يخجلون وأصبحوا يجاهرون علنا بولائهم لإيران وتعاونهم مع إيران، وإيران بنفس المسار أصبحت تؤكد أنها داعمة للحوثيين وأن الحوثيين أصبحوا ضمن ما يسمى محور المقاومة أو الممانعة.
نعم، بعض التقارير الأممية أستاذ عصام تشير إلى أن 80% تقريبا من اليمنيين يعولون على المساعدات الإنسانية. في ضوء كل هذه التجاذبات وهذا الدعم الإقليمي لبعض الأطراف داخل اليمن، مما يرى كثيرون أنه يغذي الصراع، ما هي مآلات الوضع الإنساني اليوم في اليمن؟ صحيح، رغم الفساد الموجود ورغم النهب للمساعدات الدولية ورغم ما يقوم به الحوثيون من نهب للمساعدات، بالإضافة إلى الفساد المستشري داخل المنظمات الأممية والدولية والمحلية العاملة في اليمن، مع ذلك التقرير إلى حد كبير يعني هو صادق في أن 80% من اليمنيين باتوا معتمدين على المساعدات الغذائية. فإذا ما تم إجراءات بحق هذه المنظمات أو تم عرقلة المنظمات بسبب القرار الأمريكي تصنيف الحوثيين منظمة إرهابية، فسيكون مآلات الوضع الإنساني إلى يعني إلى ناحية خطيرة جدا، وسيؤثر سلبا على 80% الذين يتلقون المساعدات ويعيشون بشكل أساسي على المساعدات الأممية رغم شحتها وقلتها والفساد الموجود فيها. نعم، هذا التوجه الأمريكي برأيك أستاذ عصام كيف سيعيد بلورة ربما الرؤية الأمريكية تجاه يعني القضية اليمنية وجماعة الحوثي تحديدا؟ هل ربما برأيك إدارة بايدن ستذهب نحو منحة للضغط على كافة الأطراف لإنهاء هذه الحرب الدائرة والنزاع المسلح الدائر، لربما تمكين الجمعيات والمؤسسات الإغاثية من تكثيف عملها لإنقاذ اليمنيين؟ الإدارة الأمريكية الجديدة من خلال المعطيات الأولية يبدو أنها ماضية في هذا الأمر، وهو الضغط والاعتراف بالحوثي حتى وإن صنفته جماعة إرهابية، الاعتراف بالحوثي كقوة على الأرض. والتقرير الأممي أشار إلى هذا الأمر بأن الحوثيين سيطروا على مساحة والمجلس الانتقالي الجنوبية على مناطق استراتيجية على حساب القوات الحكومية، وهذا الأمر كلما كانت موضعهم على الأرض وكلما كان نفوذهم وقوتهم على الأرض أعطاهم قوة إضافية في أي حوار قادم أو مفاوضات مع الأمم برعاية الأمم المتحدة أو الجانب الأمريكي. فإدارة بايدن قد تنظر إلى الحوثيين كقوة فاعلة على الأرض، ويجب التعامل معهم والتفاوض معهم خلال المرحلة المقبلة حتى وإن صنفتهم جماعة إرهابية. في ظل هذا التشظي وهذه يعني السيطرة المختلفة على الأرض بين القوات الحكومة الشرعية وأيضا الجماعة الحوثي وأيضا المجلس الانتقالي الجنوبي، كيف يمكن للمنظمات الإنسانية أن تؤدي عملها داخل اليمن اليوم؟ المنظمات الدولية حقيقة في وضع لا يحسد عليه، الحوثيين يفرضون عليها الإتاوات ويفرضون شروطهم في توزيع المساعدات الغذائية وفق حساباتهم وأجنداتهم الطائفية والسلالية والمحسوبية، لدرجة أنه في أحد الأشخاص ذكر قبل يوم في منشور له أنه ذهب للحصول على اسطوانة غاز من عاقل الحارة في صنعاء، فقال له أنه لن يعطيه اسطوانة غاز بحجة أنه لم يشارك في الدورات الثقافية التي تقيمها ميليشيات الحوثي، فهذه إشكالية كبيرة. في على الجانب الآخر، الشرعية والمجلس الانتقالي الجنوبي، الحكومة الشرعية هي تقوم بكل ما بوسع لتقديم التسهيلات لعمل المنظمات الدولية، فهي أصلا غارقة في الفساد من وفي الوديعة السعودية ومن جوانب أخرى، فما في لا داعي أنها تزيد أصلا تضغط على المنظمة الدولية أو ما شبه ذلك. المجلس الانتقالي الجنوبي هو يتلقى دعم من الإمارات ومعه إيرادات ميناء المنافذ وإيرادات مدينة عدن والمناطق التي يسيطر عليها وهو بغنى عن ذلك، ومع ذلك المنظمات في عدن تواجه بعض الصعوبات فيما يتعلق بعمل المخيمات أو إقامة مخيمات للنازحين بسبب تصرفات قوات المجلس الانتقالي. نعم، شكلت الحكومة اليمنية لجنة للتعامل مع الأزمة الإنسانية الحالية، وتقول أنها
جاءت لعدم يعني ترك ربما مجال للضبابية والغموض في التعامل مع المنظمات الإغاثية التي تؤدي عملها في اليمن عقب قرار الإدارة الأمريكية تسليط عقوبات على جماعة الحوثي. إلى أي مدى ربما برأيك ستمكن هذه اللجنة من تسهيل وصول الإعانات إلى مستحقيها داخل اليمن تحديدا، وهل لها فاعلية على أرض الواقع؟ اللجنة لسه تشكلت في وقت قصير جدا، ولا نستطيع الآن أن نقيمها سلبا أو إيجابا، ولكنها خطوة في الاتجاه الصحيح من أجل تفعيل الدور الحكومي والتنسيق مع المنظمات والجهات الداعمة الدولية من أجل التخفيف من معاناة الناس والمواطنين والقيام بعمليات الإغاثة بشكل منظم ومرتب وفقا لآلية واضحة وعادلة لجميع المواطنين اليمنيين دون أي تمييز. فنحن نرى أن هذه الخطوة خطوة مهمة، ولكن لا نستطيع أن نحكم عليها بالسلب أو إيجاب ما لم نرى ممارسة عملية واقعية على الأرض ثم نحكم على ذلك. في أقل من دقيقة أستاذ عصام، ما هو المطلوب اليوم لتجاوز هذه الأزمة الإنسانية الحادة التي يعيشها اليمن؟ أولاً وقبل كل شيء هو استقرار سعر صرف العملة. يجب على الحكومة اليمنية أن تعمل كل ما بوسعها لاستقرار سعر صرف العملة. هذا سيشكل عامل استقرار مهم على كافة الأصعدة، لأن المساعدات لا تجدي نفعاً، فقط مساعدات بينما الوضع الاقتصادي ينهار والعملة اليمنية تنهار يوماً بعد آخر. ثانياً، الحكومة اليمنية أن تتخذ خطوات ملموسة وجادة لإثبات قدرتها على احتواء المساعدات الإنسانية أو المساعدات المقدمة، خصوصاً بعد أن تم وصمها بعمليات غسيل الأموال، وهذا قد يؤثر سلباً مستقبلاً على المساعدات وعلى المانحين. فالمانحين قد يحجبون منحهم المالي عن الحكومة اليمنية بسبب هذا التقرير الأممي الأخير. نعم. الذي اتهمها بعمليه غسيل اموال. فيجب على الحكومه ان تتخذ اجراءات فعليه وواقعيه على المستوى الاقتصادي لتثبيت سعر العمله، وعلى مستوى منح التسهيلات اللازمه لعمل المنظمات الاغاثيه، وتحديد اليه منظمه وعادله لتوزيع المساعدات على الارض. نعم. الناشط الحقوقي اليمني عصام الأحمدي، شكرا جزيلا لك على كل هذه التفاصيل، كنت معنا عبر خدمة سكايب. وبهذا نأتي مشاهدينا الكرام إلى نهاية هذه الحلقة من برنامج صحافة حول العالم، في أمان الله.